لكن والله اليوم راح اقول لك شغله، اليوم خساره كوريا الجنوبيه غير ما انت دائما انت تميل، يعني انت تميل للشرق الاوسط، لا وداخل الشرق الاوسط تميل لاشقائنا العرب، وداخل عندما يتسع المكان تميل لاسيا. يا راح اقول لك تميل يعني الاقرب الاقرب. اسمعني اتهم زين مو حكم خلاص، علي بن ابي طالب اذا حكمت تلعب تشوف. اسمعني هسه انت لو سوي احصاء، سوي سربي باللغه الانجليزيه سبته لدى الشعب العراقي كله، قول لك كابتن خلاص في نحاز لحد، يقول لك لا اللي يشوفه يحكي عليه. هسه الرأي الجمعي، هسه الرأي الجمعي مو دائما، مع احترامي العالي انت استاذي وانت فعلا تستحق الحب والاحترام، ولكن الرأي الجمعي مو بالضروره دائما. هسه اكو اعتراض اليوم على طريقه اختيار الحارس، راح نسولف عليه انا هسه راح اسولف.